بخير عليكم، مساء النور. صح عشاكم اللي تعشاو وخلصوا اللي مازالوا، صح عشاكم من بعد ان شاء الله. رحت اليوم شفت واحد شلي دي زي كول هكذا، وين نسكن انايا في لو كوتي تاعي انايا، لي زي كول بريمير انفان. يعني فريمون حاجة اللي تفرح، لقيت واحد لو كغون نيتواياج وتحضيرات كبيرة، ويعني فريمون فريمون حاجة، واحد الجو رائع. المدراء تاع لي زيكول، المعلمين، فرحة كبيرة فرحة كبيرة، سورتو التلاميذ راهم فرحانين به وقتاه فريمون يدخلوا يقراو. وشي اللي يفرح بزاف هما لي كونديسيون تاع الحماية تاع الوقاية، حاجة مليحة مليحة بزاف، داروها في المدارس تقدروش تتصوروا. هذا بكل باه يحافظوا على لو سيستيم اللي دارته الجزائر، والبروغرام اللي دارته به تاع الوقاية ضد الوباء هذا. ربي يرفع علينا ويرفع على أمة محمد كلها، على العالم بكل، نوع على البشرية. ساعة ساعة الإنسان ينسى، نوع على البشرية، احنا بني يدينا ربي بكل. يعني فرحت بزاف، سورتو على لي زيكول، والله العظيم واحد الوقاية ما شاء الله ما شاء الله. واحد لونتروتيان تاني في لي زيكول هكذا قاعدين يديرو فيه، بيسك ان شاء الله لا سومان هادي يدخلوا بإذن الله. فرحة كبيرة والله، فرحت. ولازم تاني الأولياء يحافظوا بزاف، تبقى استمرارية تاع الوقاية هذه، بويسك الجزائر نجحت بالوقاية، بالوعي، الوعي سورتو المواطنين توعاو بزاف وبالوقاية. يعني فغيمون الوسائل تاع الوقاية اللي دارها المواطن الجزائري فغيمون عادت عليه بالفايدة، عليه وعلى عائلته. تاني المفهوم تاع هذا الوباء هذا، المواطن عاد فاهمه كيفاه يحمي روحه منه، كيفاه هكاك، واللي عند ربي ما شافها حد دو فاصون. ان شاء الله تبقى استمراريه، بويسك احنا بارابور لدوتر بيي نجحنا بزاف 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 بفضل الوعي تاع الدوله تاعنا والبرامج اللي دارتهم خاصه في هاد الوقايه هذه. الحمد لله يا ربي. وسورتو واش نتمنى تاني لي زيكول تاعنا الابتدائيه فريمون يبداو يدخلوا ويزيدوا كيما قالوها شويه في الامور تاعنا الوطنيه، يديروا دراسات على الشخصيات الوطنيه فريمون، على رموز الثوره الجزائريه، سورتو على هواري بومدين. نتمنى تكون توعية كبيرة من طرف الوزارة، يديروا ان بروغرام هكذا بوكو بوغ كيف يقولوا بعد باه يزيدوا يتمنوا حب الوطن، ويغرسوا الوطنية بوكو بلوس في الأبناء تاعنا في المدارس. احنا في عائلتنا الجزائرية رانا نغرسوا في أولادنا الوطنية، بصح المدرسة عندها دور أساسي كبير بزاف. المهم نتمنى إن شاء الله تكون مواقف أخرى في المنظومة التربوية سورتو الابتدائية لولادنا إن شاء الله، وأحفادنا إن شاء الله ربي يرعاهم إن شاء الله ويوفقهم، ربي ينجحهم إن شاء الله. ونقول للعائلات يعني فريمون يواظبوا على الاستمرارية الوقاية لأولادهم، يزيدوا وعي، ونبقاو دايما هكا بهاد المنطق هذا نمشي ونستمر، ما كانش فيها نداما وكونتخيغ، حنا نرتاحوا على قد ما نكونوا محافظين بالوقاية على روحنا على أولادنا، سورتو دوك يولاو يقراو، ونزيدو يعني فريمون نربحوا حوايج بزاف إن شاء الله. المهم نخليكم على خير، وإن شاء الله دخول مدرسي موفق الأطفال الجزائر، ربي يوفقهم وربي يحميهم إن شاء الله. وشكرا للدولة تاعنا تاني فريمون لعبت دور كبير 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 بزاف في الميدان هذا تاع الوقاية. نقول لهم شكرا جزيلا، ربي يوفقكم، هيا بقاو على خير.